قدم الابكار عادت الارضية من الفتة، لكن حذر ثنيان بعدها ثنيان بعدها ما زالت هنا خطأ لمصلحة ابناء الربيعية. خطأ طلبت من حبيب لعبة، لكن وين عثرت الخشبات الثلاثة؟ عدت المصطفى بزيدة يبحث عن الغزال مهدي في المناطق الأمامية، لكن عدت الكرة لضربة مرمى لمصلحة الشمال. الشمال مو عبي غادر، الشمال صاحب الأرض والجمهور، ما يبي يطلع هو خسران، ما يبي يطلع هو خسران. نعم خطأ لمصلحة النفاس، خطأ لمصلحة ابناء الربيعية من يبحثون عن التعديل. النتيجة ابراهيم صقر بالكرة حبيبة، يا استخلاص من الخطومي، عادت الغاوي الغاوي مر الغاوي الغاوي السيرات ابراهيم لعبة، لكن عادت لخارج ارضية الميدان. الابكار وسط النخلاوي مور، النخلاوي يتقدم، لكن الكسار ابعدها باتجاه علي فيصل اللي حامي مرمى حامي شباكه. هنا سلام الرميه الجانبيه على الطريقه الانجليزيه، لعبه عاليه راسيه بتعود، تخليص حاضر من الدفاعات بتعود لمؤيد اللي حاول فيها، لكن عدت في خارج ارضيه الميدان، عدت لضربه مرمى. بيضاوي تهدف في حين هذا الصرم وحفر الان لمصلحة الناخبة. ننتظر المباراة الثانية، ننتظر البحاري اسرح يا ابني، ننتظر الشمال اسرح تسوي داخل ارضية الميدان. هذا شوط اللعيب فادي سواد، تمريرة تخلصت لي خارج ارضية الميدان. الكرة وصلت لفادي ابن سوانا، فادي رد بكرة للصقر المرسل عديد الاندية، فادي سوان المحيط الاتفاق الساحل مؤخرا. الكرة وصلت بزيد يحاول فيها، لكن الابعاد الدفاع الحاضر تعود للنزغة، لكن ربع خلصها نصيف هل الخطاف نصيف حصلها نصيف 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 لعبة، لكن حيدر ثنيان بالاستفسار الدفاعي بالتخليص في خارج ارضية الملعب لضربة صحيح ضربة كبيرة لمصلحة الشمال. لعبت عباس الخياط للسنون تعود، السنون لعبها عادت استخلاصك المنصور تعود لعبها لنصيف نصيف ارضية لكلهم اطويلة نصيف اطويلة يا نصيف في لقطة الماضية. عادتك من الخط الاحمد لحبيب كرة راسية تعود لهاشم لعب الكرة لحراسة مصطفى يحاول فيها، لكن الخطيبي مؤيد لعب الكرة تعود راسية في مكان ممكن ضرب، لكن وين التخليص من الخطر؟ عادت الغزال الغزال صوب تعود مهدي تستد يمسك يد لعبة سريعة، لا لا المباراة سريعة، منصور تعود منصور لعبها مرت ما عدت ابراهيم وصل الكرة لفادي سوان بالمرور باللعبة لبوزيد حصل بوزيد، لكن ما مر في لقطة الماضية عادت ما زالت وصلت لمنتظر منتظر اللي معاه كرة ابن سويد في النظرة اللعبة، لكن عباس وصلت لعبدالله الكسار لابراهيم صقر النظرة اللعبة للكسار بتعود كرة امامية عالية راسية لبوزيد، بوزيد بوزيد الخطيرة في المناطق الامامية، بوزيد حتى لعب كرة لمنتظر التعود لبوزيد المرور بوزيد، لكن عدت ومرت لخارج ارضية الميدان، ما مرت بالشكل المطلوب الكرة الماضية، وبالتالي عدت لخارج ارضية الملعب. لعبة كرة وصلت لمصطفى ياسر يحاول بكرته انخفت عادت وخيط يحاول الدوران دار ونص عادت وخيط النظرة للسيهاتي هذا القصير هذا المكير العمران السيهاتي، لكن عدت سافرة حاضرة خطأ لمصلحة الدوحة
خطا ومخالفه لمصلحه النخبه في مكان حيدر الخطير، في مكان يبحث عن السمك، يبحث عن اقدام العمرات والصغاتي. هذا المكان يبحث عن قدم يمنى قويه تدل السمك. قومي جانبيه عالي راسي استخلاص الدعوات للخطيم اصطدت عادة لحبيب ابن الدليلي لعب الكرة، لكن تخلصت عادة في منتصف الميدان مع الكرة، ابعدها التعود لهاشم اللي مع الكرة، هاشم المحضر بكورته راد بكورته، اللعبة تلعب هذه في المناطق الدفاعية، التعود لمصلحة النبرات حبيب تمريرة، اللعبة لهاشم على الجانب الايسر لمين لسلام، خطفها سلام لكن بعاد تخليص حاضر لخارج ارضية الميدان الى رمية جانبية لمصلحة الحارس لعبت وخيط حاول فيها، لكن حبيب الدليلي ماخذها لمكورتا بعيد لمجتمع عياط، مجتمع النظرة المرور، لكن الخطيمي قاطع الطريق، الخطيمي لعبها لكن الكرة وين؟ لخارج ارضية الملعب، لخارج ارضية الملعب الكرة الماضية، وبالتالي عدت ضربا وسام على شباك ابناء الربيعيه. لعبت في منتصف الميدان، لعبت لمجتمع حياص، مثلا اللي معاه كره تمريره خاطئه تعود من الخاطر الكابيتاني منتظر سويد هنا خلصها، عادت لبوزيد، بوزيد 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 المرور، بوزيد يتقدم، بوزيد العرضيه، البعد عن الزميل داخل المناطق الاماميه، عادت للكره لجعفر ابن القروس، عادت استخلاص حاضر، وصلت الكره الاماميه لمنصور للسيف عدد خلصها الدفاعات، استخلاص دفاعي حاضر، وصلت مطالبة من الكسار بخطأ، لكن استمرارية اللعب، الفاج العملي، وخذ الكرة، كرة أمامية، الغزال مع مين؟ مع أبو زيد، أبو زيد نزلها أبو زيد، هياها لشريان، حيدر ثريان، أبو زيد حصلها، أبو زيد، اللعبة الكرة الأمامية ما زالت وصلت لفادي سوان، ممكن الحل التسديد من بعيدة من جانب الفرقة أم الفرقة الحمراء، كرة لعبتها من فادي سوان، استخلاص من الفنون، أبعدها لخصيمي لعبها، وسط الغاوي حصلها مع مين؟ مع هاشم، أبعدها لخارج أرضية الميدان، عدت لضربة زاوية، الضربة الركنية لمصلحة الناخرة. يا هلا بعد الله. يا عبد الله. ابو عبد الله يقول لي اوه على الكرة، يقول لي حبيب الدليلي هداف كاف ال 12 وافضل لاعب في كاف ال 12، هو الكابيتانو حبيب الدليلي من يعمل اشارة القيادة، اوه في الكرسي الماضي كاد ان يتعامل بها بغير عن التعامل الماضي، كانت ان تكون افضل مما كان ينصيف عدته، وصل الكره هنا لحيدر الكابيتانو حيدر، لكن استخلاص حاضر لخارج ارضيه الميدان، فادي انزل فادي حيش فادي وياه اللعبة الكرة وصلت لي مصلحة البحاري، عادت إلى الكرة لفادي اللي خلى لعبة الكرة لمزيد، لكن فعلا التفت في اللقطة الماضية. رمية جانبية لمصلحة الناخرة، لعبة سلام لعب الكرة للغاوي، مررها الغاوي عرضية تصطدت الدفاعات، استخلاص حاضر وصلت سلام، لعبة لعب الكرة للسيهاتي الصغاتي، حاول في الوقت الماضية يتحصل على ركلة جزاء، لكن استمرارية اللعب من جانب علي رمضان في اللقطة الماضية. الحكرة ربا الحبيب السلامة
رفع النظرة الكرة الأمامية، لكن إبراهيم فجرة أقرب الكرة الماضية وسط الكرة. عادت النزغة في منتصف الميدان، النزغة مع كرة، النزغة مع النخلاوي مرة، النزغة ما زال يحاول فيها. تمريرة لفادي، ابن سوان للغزال، عادت لفادي سوان، فادي الدوران، فادي ما زال عند الكرة، يغير اتجاه اللعب الكسار لحوبر، افريان حوبر، لعب الكرة باتجاه الغزال، الغزال يحاول مرور، سلايدنج حاضر من رضا الحبيب، التخليص، النخلاوي مر، النخلاوي انصاف ممكن، انصاف الله. من الصوت انشاهد اللقطة الماضية، المرور من النخلاوي، مر من أربع لاعبين، اتقدم كلم صوت، انت ضميرك أمام الشباك، لكن ضمير الصوت بعيد بعيد، لا لا في اللقطة الماضية عدت وصلت، الخزين استلمها، الخزين النظم عدلي أو حبيب العرابي لعب الكرة، وصلت المرور عين عزل عن حبيب، لكن مرت الكرة الماضية، عادت لمستوى احياء استمريرة، الاسمراني استلمها، الاسمراني النظرة، الاسمراني لمستوى ابتعوب لواسم اللي حصرها، واسم رد الكرة لحكيم، حكيم مع كرة اللي تلعب بالنار، العمران صوب تكوين لخارج الديار، لخارج ارضية الميدان، لضربة جاية على ما يبدو لي يصير مع الاستاد علي رمضان. نعم على ما يبدو لي هي ضربة زاوية من جانب الفرقة ابناء سويكا الفرقة الحمراء، 1-0 لحد الآن يتقدمون. لعب الكرة وصلت ابراهيم صبرا بعدها، عادت من الصوت ابتعود رأسية من حبيب العرادي ابعدها خلصها ابتعود من حيدر سنيان، كرة طويلة عادت في منطقة الميدان، رضا الحبيب لحيدر سنيان بعدها، تخليص الخياطة، عباس حصلها، عباس نظرة المرور، عباس يتقدم، عباس لكن ما مر في اللقطة الماضية، النظرة يقطع الطريق، عادت لي ميثم ابن الغاوي أرضية، ولكن حارس المرمى على دفعتين، حارس المرمى على دفعتين، منصور لعبها، النخلاوي، النخلاوي ما زال المهارة، النخلاوي لا 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 لا، شو تسوي يا داوود؟ شو تسوي النخلاوي في اللقطة الماضية؟ داخل أرضية الميدان، لكن تبعث عن تسجيل الأهداف، إن لم تسجل فاستعد استقبال الأهداف يا نخلاوي، فاستعد استقبال الأهداف يا نخلاوي، من الخطأ لمصلحة النبرات، يبحثون عن تعديل النتيجة، يبحثون عن شباك عبد الله الفضل، يبحثون مباراة حارس المرمى، من الخطأ لمصلحة الفرقة الخضراء، خطأ لمصلحة الفرقة الخضراء. نعم اللعبة طويلة وصلت لبوزيد، هيئة بوزيد نزلها، بوزيد النظرة، بوزيد شوية مرة، بوزيد عرضية الغزال، الغزال العارضة تردى، العارضة تحرمت حاري من التقدم من 1-0، كأنك كأنك ابراهيم الصوت ابراهيم تحسر، وعلم الهدف الثاني تبخر اصواتي، عادت لحبيب العرابي مباراة سريعة، الخاطر استخلاص حاضر، وصلت الكرة في منتصف الميدان، السباق على الكرة، التخليص الحاضر، خطأ لمصلحة النبرات الآن، خطأ لمصلحة النبرات، لعب الكرة، وصلت كرة أمامية من فادي ومن سوان، ابتعد التحضير الحاضر، عادت لفادي هيئها لسريان حيدر، لعب الكرة على جانب الأيمن، لكن السنونة خطفها، السنونة لعبها، النخلاوي هذا اللي عامل بلاوي، النخلاوي تمرير المسيف، لكن ما مرت النخلاوي، ما عدت الكرة الماضية، وما محمد زين ها شباب الكور هذه لازم ابو حسن صراحه يعني انا بعتبر نفسي ما انا موجود، الكور لو ضيعناها مو لواحد الى الجميع،
الحوار هذا شوت 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 ضرب راس حاولنا مرتد علينا سمعتوا يلا روح سمعتوا اي مرقاعي موقعد انا احط لك واحد بس يوقف يلا راح نتفاهم يا صالح حسن وديرك فاهم حسن يلا محمد بن محمد بزيد أرضية رأسية لكن التصطفة تخلص ترجع لحارس المرمى لعبة سريعة عادت للكسارة لكن هي أطلب لعبد الله اللي لعب الكرة باتجاه بزيد اللي حصلها بزيد إلى الكترول بزيد أرضية لكن جعفر القروس من الإبعاد استخلاص عادت المنصور التعود لعب الكرة لكن لين السيطرة الحاضرة نعم ما في شيء مطالبة بخطأ في النقطة الماضية من كسار وصيت لكن أبعدها السليان لخارج أرضية الميدان الموسى من جانب النخلة اللي جالس يسخن اللي جالس يستعد للنزول لداخل ارضية الميدان اللعبة كرة وصلت التمالي صفوان الجبل اليمنى صفوان مرة صفوان ارضية ارضية لكن الغاوي ابعدها وصلت ابراهيم استهلاكي استهلاكي ابراهيم سأل مر 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 استهلاكي اتقدم استهلاكي نظرة للغاوي نقلها الغاوي استلمها الغاوي للعمران ما مرت الكرة الماضية عادت مراني الانطلاقة السريعة وصلت لهاشم لعب الكرة لوين يا هاشم في اللقطة الماضية كانت تكون أفضل مما كان في لقطة ماضية عباس ابن الخياط مرة الخياط لبزيد استعادها عباس لكن عدت لخارج أرضية الميدان لرمية جانبية لمصلحة الحاري العب الكرة وصلت لصفوان تركها لحبيب ابن الدليري النظرة حبيب حبيب ما زال حاول الكرة التمريرة للاسمراني على الجاب اليسرى عادت خادي ابن سهوان لكن الخياط عباس خلصها ابراهيم راسية راد الكرة لمصطفى بزيد نعم خروج الغاوي ودخول عماد الموسى اللي تكلمنا عن الجو عنه نعم يبحث النخبة عن زيادة النتيجة النبراس يبحث عن تعديل النتيجة 25 دقيقة ستكون كافية حبيب الأراضي لكن إبعاد اللعبة توصل فترة حظرة خطأ لمصلحة النبراس الله أكبر وصلت للقروس جعفر اللي راد الكرة لعلي ابن فوس اللعب الكرة باتجاه عبد الله السمونة اللي لعب الكرة باتجاه انفوت لكن هي اقرب لحارس المرمى مصطفى بزيد اللي لعب الكرة عالية امامية باتجاه بزيد الاخر الشقيق الاكبر لكن عدت لخارج ارضية الميدان عدت لرمية جانبية بزيد على الترتيب اللعبة لأحمد ابن التيت اللي نازل في شفة اللقاء الثاني اللعبة الكرة وصلت من بزيد لكن بعاد تخليص حاضر فاصلة حاضرة خطأ لمصلحة الشمال وضربة حرة غير مباشرة باعتبار رفض في اللقطة الماضية اللعبة الكرة وصلت الكرة الأمامية وصلت لعبد الله الصنونة لكن عدت لخارج أرضية الميدان الكرة لعبت وصلت لحبيب عادت لعماد أبعدها خلصها وبتعود لبزيد الأرضية لبربر كريلان بربر كريلان لمصلحة البحاري عباس سويد عند ستشاد عباس مو جالس مو جالس ابدا الارضية وين بترجع للتيك اللي صاد عادت لمنتظر اكلوو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 و
سددها بتركض معانا الحراس اللعبة ممكن بتعود في مكان تصويبة أو صوت ربعتها خلصها بعدها من جانب فرقة العداء الناشوكة ما يبحثون على هذا التعديل يبحثون عن زيارة النتيجة عن كل بتوسط لمنصور لكن الكرة الماضية عدت وسط الخاطر اللي لعبها عارف ابراهيم المولد اللي يحاول فيها ما ركبت عماد ما ركبت في اللقطة الماضية اللعبة تبدين نعم في الرمية الجانبية الا بكرة من اعمالتك للكسار اللي لعب لك وسط لبوزيك لمنطقة ارتويد اللي حصلها ابراهيم صقر اللي استلمها ابراهيم راح الكره اماميه لكن وين هي اقرب على الفرصه اللي حصلها اللعبه الكره وصلت الكره الاماميه عادت لحبيب اللي معاه كره اللعبه توصلت كره اماميه لكن الخاطره بعدها وصلت لكن الكره لوين لخارج ارضيه الميدان رميه جانبيه اللعبه الكره وسط عملته اللي معاه كره وصل الكرة للغزال لكن ما مرت الكرة الماضية التعود لمهند الغزوي نعم مهند ما زالت استخلاص حاضر من الغزال التعود لابراهيم صقر لمنطقة لكن صقر حاضر خطأ لمصلحة البحاري اللعبة الكرة وسط النجرة تبهيد وزيد اللي معاه كرة النظرة لمتيت انتيت اللي صوبها مرت عدت بسلام التسديدة الماضية عدت لخارج ارضية الملعب عدت لمصلحة الشمال ضربة مرمى الآن لمصلحة الشمال وهنا رمية جانبية لمصلحة النوخدة مؤيد الخميري على تنفيذ الرمية الجانبية اللعبة وسط من مؤيد وبالتالي ما زالت داخل أرضية الميدان وسط المطالبة واحد يقول خرجت واحد يقول لا حكيم لعب له كرة لكن عدت لخارج أرضية الميدان اللعبة لفوزين نقلها للغزال لكن وين الكرة الماضية عادت وصلت لعبد الله السنونة من يلعب في صفوف الخليج لفئة الشباب اللعبة كرة لمهند الغزوي أبعدها انتيت لفوزين فوزين النظرة للغزال حصلها الغزال تمريرة لفوزين حصلها فوزين النظرة لوين لحيدر اثنيان حرضي لكن عدت الكرة الماضية عدت لضربة مرمى حبيب العرابي تصويبة لكن عدت لخارج أرضية الميدان هنالك تبديل هناك تغيير انصوف قدمه من 1-0 الآن استعرت المباراة نعم من بين البحاري والشمال 1-0 هو انصيف يتقدم بال 1-0 هنالك صفرة هنالك بطاقة صفراء هذه البطاقات يا سيد اللي يقولون عنها مجانية مثل كتب المدرسة توزع ولا تبرع ايه الكتب المدرسية منها فايدة بس الكرت هذا لا ما منه فايدة هذا يعنيك اللعبة الكرة تخليصها من القروس ابعدها عادت لنصوف اللي ابعدها لكن صدر حاضرة لمست يد الان البحاري بدوره يبحث عن التعديل الخ...
الخسارة معناها تذوق المرارة، معناها الخروج. اللعبة التعالية رأسية بتعود مزيد، ضربة دفاعية استخلاص عابر لخارج أرضية الميدان من مزيد، وبالتالي لرمية جانبية لمصلحة الشمال، رمية جانبية لمصلحة الشمال. العكرة وسط لمصلحة العمل، الخلاف عفوا، عادت الكرة وسط لعلي العمران لكن يأخذ لحارس المرمى، الرمية الجانبية. اللعبة كرة مالية وسط لبوسيد، يا ولد على مرور بوسيد، مر بوسيد يتقدم، بوسيد فاكرة حاضرة، خطأ لمصلحة البحاري، بطاقة صفراء، أنا شايف بطاقة صفراء، نعم خطأ لمصلحة البحاري. الآن على التنفيذ أحمد الزيت، ميسي ينفذ الضربة الحرة المباشرة، منتظر سويت صوب، أبعدوها خلصوها، استخلاص حاضر من الحبيب، عادة الدوس، الرمية الجانبية أمامية، حاضر يو عدت، مرت بسلام لخارج أرضية الميدان. هنا حكيم التنفيذ، لعب لكرة لصفوان، صفوان ابتعود، تخليص من الخزيني، طلع روحي ورد روحي خلاص، روحي ورد روحي خلاص. العكرة وسط الرمية الجانبية، عادت لخارج أرضية الميدان، ابتعود من ابراهيم صبر، خلصها لمنتصف الميدان، ابتعود لحيدر، اثنيان اللي حصلها تخليص من صيف صعب، الهدف الوحيد لخارج ارضية الملعب. العب الكرة وسط لمهدي الغزالي اللي مر، مهدي تمريرة لبوزيد، يا ولد النقلة الغزال، تمريرة عرضية ابتعود، لكن عدت الكرة الماضية، عدت لحارس المرمى، هو من يرتدي القفازات، من يرتدي إشارة القيادة للفرقة الحمراء، الجيش الأحمر من جانب أبناء ساره في لعب الكرة، وقت إبراهيم، عادت الكرة للمحاولة المرور، مرة لهاشم اللي لعب الكرة، عادت لإبراهيم، حبيب الله الأراضي جابا، هو حبيب في الشباك، كمان هذه الدم، كمان هذه جيبة من الشباك، والغزال فتاك الشباك، يا عين عيني يا مجنون يا مجنون، هو الغزال، قال لا شاف العراضي، قال لا 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 هذا مجنون لحاله، لا لا انا ما حصير مجنون زيه، ما حصير مجنون مثله، لا 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 هو الغزال، جابه بالتعديل، ياتي بالتعديل، نعم تعادل الان في كل الملعبين، استخلاص حاضر، ابتعود لمصلحه النبراس، هل سينتفضون ابناء الربيعيه؟ هل سياتي بهدف ثاني؟ هو قايل لك الحبيب اثنينهم خطيرين، اثنينهم خطيرين، انت شاهد بس دخل موسى، عمل عماله داخل ارضيه الميدان، عمل عماله داخل ارضيه الميدان، اوه هذا احتجاج، هنالك احتجاج ان الهديه دخلت، والثاني يقول لا اللعبه تقول زيد الله، أتت في الشباك لتعلن عن ثاني الأهداف الآن، الله على المجنونة، الله على المستديرة، داخل أرضية الميدان، أي
اكيد من الاعلام من تنشاد من سيلعب من عكاز من مشاهدين يتمتعون بملعبين يتمتعون بلاعبين داخل ارضية الميدان. هنا اصبحت النتيجة 2-1 الان، 2-1 الان. اللعب الكره على الكره امامية اتريت عادة للسيف، لكن التعود لصفوان، صفوان المرور، صفوان التقدم، صفوان العرضية. حبيب والله غابت حبيب، صوت الحاضرة خطا لمصلحة الشمال الان، خطا لمصلحة الشمال، صوت الحاضرة هناك، انتفاضة، احتجاج، لقطات، صوت الحاضرة، خطا هناك، شنو راح يحصل؟ شنو راح يصير؟ نعم، نتفرغ يا كرة القدم، تفرغنا على ما يبدو لي ل 19 دقيقة، شاهدنا مباراة جميلة. أنا ما راح أعلق على هذا الشيء، لأن هذا الشيء ما أعتبره ينص من داخل أرضية الميدان أو من كرة القدم. من جاي تلعب كرة قدم، من جاي تتهاوش. الكلام لكل الفرق، الكلام لكل الفرق. ما عاد بحاري ناخذها مين، هذا مو تبع كرة قدم أبدا، هذا الشيء مو تبع من كرة قدم. تشاهد اللي يحصل، تشاهد اللي يحصل. هل هذا الشيء يحصل داخل أرضية الميدان؟ لا. أنا هذه المباراة راح فيها ظهري. إيه نعم راح فيها ظهري. ضربة مرمى. ضربة مرمى لمصلحة سبحان الله الكرة، لكن لخارج أرضية الملعب. لخارج أرضية الملعب. لعب الكرة لعبد الله السنيه، لكن عدته لخارج ارضيه الملعب لرميه جانبيه. رميه جانبيه لمصلحه الشمال، لمصلحه الشمال. لعب الكره الطويله من جعفر الجريسه، صار لعب الكره اماميه التعود للغزو المهند اللي مع كره مريره. لا اسلام، لكن ما مرت عادت النادي الغزال، الغزال الغزال اللي مع الكره، تمريره لبوزيد، بوزيد اللي حضر عليها، بوزيد لرميه جانبيه، الرميه الجانبيه الان لمصلحه والله اللي تشوفه يا سيد. هذا اللي يقول لك لا تقتل المتعة، لا تقتل المتعة يا مسلم. جاي تلعب ولا تتهاوش؟ اي بالله. العب الكرة وسط علي الكابتانو، علي لعبها كرة امامية، التصدي التعود لعبد الله السنوري باتجاه منصور ابو داوود، رأسية الثقلة بعدها خلصها عادت لبزيد. هياها بزيد، النظرة بزيد، المرور بزيد، الجاوز بزيد ما زال، لكن مرة التالي عادت لعباس الخياط، تمريرة لمنصور التعود، التصدي التعود للغزو، مهند مهند مرة مهند يتقدم، ما فيها شيء وسط مطالبة. انتهت مرة، احمد يتقدم، صفر حاضرة، خطأ لمصلحة الحارس، خطأ لمصلحة الحارس، خطأ لمصلحة الحارس. رمات اللاعبين واقعين على ارضية الملعب. نعم، سلامات اللاعبين واقعين على ارضية الميدان. هناك تشاور خطة الهوشة الحيدري ولا لا؟ خطة الهوشة تشاور؟ خطأ لمصلحة قبحاري، خطأ لمصلحة الفرقة الزرقاء. إبراهيم فجر المرور، التقدم على الخطأ للفرقة الزرقاء. العب الكرة وسط ابراهيم، لعب الكرة انتهت، انتهت. احمد اللي معاه كرة، احمد ما زال يحاول الكورتا. انتهت النظرة، اللعبة التعود على الباك الايمن في منطقة الميدان، لكن سفرة حاضرة، خطأ لمصلحة البحاري،
خطا لمصلحه العاري. بشر فيها كرت احمر ولا مشيت الامور؟ الغزال على الاطراف امامي الغزال الاخر، لكن عادت وسكب وزاد تكورت مكمله، عادت لمين؟ لمهند سعود الحبيب، مر لمهند الغزوي، لكن يكسر صفره حاضر الخطا لمصلحه الفرقه الحمراء لمصلحه الشمال. انكرمت الطاوله انكرمت العبري، هنا خطا من متصدر سبحانه مغير الحال سبحانه. لعب كان في لقطة الشمال الى دور القادم، وفي لحظة الشمال مسيرة البطولة. اللعبة الكرة وصلت جعفر ابن الجروس، جعفر المرور، جعفر لعب الكرة لمهند، لكن استدخال دفاعي، تخليص حاضر، عادت لزيد، زيد اللي حصلها، كلها الكرة خرجت، وللتالي لرمي جانية. اللعبة الكرة وصلت لمنصور، الداوود لقطع لمصلحة الشمال. خطا لمصلحة الشمال الان، خطا للفرقة الحمراء. سلام نحذر اللاعب كرة تصطد وبالتالي تخرج لخارج ارضية الميدان، وزيد بعدها خلصها، الطوف عادت للغزال المرتدة، هنا ستكون القاتلة، هنا ستكون رصاصة الرحمة، ابعدها خلصها، صفرة حاضرة. احمرت من فادي العبندي، لمين؟ لعباس الخياط، واذا اصفرت احمرت لعباس. خطا لمصلحة البحاري، اللعبة الكرة رئيسية، ضربك دفاعية، استخلاص حاضر، لكن حارس المرمى حصلها، حارس المرمى حصلها. سلامات لحارس المرمى وسط الكرة لمعد الغطال، وين مبروك الفوز حيدر. الى من تدي هذا الفوز؟ احسن مخرج والله. الهدف اللي جاء قبل الهدف الثاني هدف او لا؟ جول والله، جول صحيح. مبروك الفوز عباس. كابتن عباس مبروك الفوز. مبروك عباس، والله بتعرف مباراة لازم يعني تفوز. اعصاب المباراة اعصاب ولازم تفوز. وش انطباعك وفرحتك وسعادتك عباس؟ على دور 16 وان شاء الله دور 16 ان شاء الله ان شاء الله. يعني الفريق قدم اللي عليه والله، بين رومنتادا حلوه قلنا قول ردينا التضييع هذا. ابو سلمان سلمان مبروك، تهلوا البحاري والله. احنا جاي نسجل. وش انطباعك؟ شفت المباراه؟ المباراه والله زين. وش رايك فيها؟ المباراه ماشيه حلوه كامله، شاهدتها ولا تركيز؟ ايوه كامله. افضل لاعب تعطي من بصراحه يعني اللي شفت انت؟ التبديل سعود عطاهم حماس شوي، تبديل سعود الغزال عطاهم حماس شوي. لو قال لك نجم لهذه المباراة تعطيه؟ وش رايك في حسن؟ حسن زهير. حسن زهير زين بصراحة، هو المبدع في الهجوم وقاتل. أيوة. والغزال والحكم شوي يعني التحكيم فيه شوي شوي ما المهم، لكن مبروك الفوز. المهم تأهلوا الحمد لله. أيوة. كل فوز يا شباب. سعود بدات، سعود وين وين التمارين يا سعود؟ مبروك الفوز اولا، مبروك الفوز اولا، وان شاء الله نفوز نشوفك ترجع لمنصات. روح ما صورك عباس، وقفوا
احمد وش هالاهداف يا حسن؟ وش هالاهداف؟ نجم الليله بدعت خشيت والله العظيم. هدف ما عليه ذاك، رجع عليكم الهدف حسن جابر. وهذا عباس يحتفل. تعال 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 احمد 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 سعيد سعيد سعيد. هذا احتفال البحاري الفوز الثاني. سجل الجول اللي جاب حسن افضل لاعب. وين مبروك البحاري، مبروك البحاري وتستاهلوا بصراحه. بدعتوا بدعتوا يا شباب، مبروك الفوز، مبروك. ابو صعاب محمد نزغه جهز حالك للصيد، جهز حالك للصيد. هذه كان صور صور، هذه كان سعود سجل جاب الهدف. حسن لا لا عباس 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 كل واحد 50. احمد حبيبي انت طبعا اللي هو تعتبر الاداري الاول لنادي البحاري، ومبروك الفوز. وايش كلمتك اللي توجهها الى اللاعبين؟ بصراحه ما قصروا، حقيقه ما قصروا، نشكرهم. قدموا اداء اليوم رجولي وقتالي لاخر لحظه، كنا مهزومين مضغوطين شوي بس الحمد لله كانوا قدها وسجلنا. بصراحه رومنتادا جميله 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 غير متوقعه. احلى حاجه في الفوز الرومنتادا، والله الرومنتادا في قلب وهف خلال 5 دقائق. صبري حبيبنا، صبري. كلمة إلى الفريق بصراحة يستحقوا هذا الانتصار بصراحة، ولعبوا أفضل. دخلنا المباراة كنا واثقين الحمد لله، يعني حتى أنا من البداية قلت لهم إن شاء الله هي هدفين فقط وبنتأهل. جاء فينا جول صحيح، خطأ بسيط من لعيبتنا، ولكن عوضنا الحمد لله. داخل ملعب رجال، خضنا الحرب وانتصرنا. أنا حسيت أن بعد الهدف الأول تحرك الفريق أكثر. نعم يعني نعم. نشطهم، أنا شفت بصراحة على طول هاجموا. هذا يدل على الولاء إلى الشعار وإلى النادي وإلى النادي الحمد لله. الحمد لله. مبروك اللاعب المخضرم آل زيد أبو زيد، طبعا لعبتوا إياهم من قبل صح؟ هذا الفريق هل تغلبوا عليكم؟ أنا سمعت أنه دائما تفوزوا على الشمال. الدورات الودية تختلف عن الدورات، يعني ما أول مرة تلعبوا إياهم في الدورة؟ لعبنا إياهم دورات بس ملعب صغير، يعني الواحد ما يقدر يحكم على الفريق الثاني. يعني تلعب إياه وديات، تلعب إياه دورات ثانية، يعني فلتوا ملعب الصغير يجيب هدف خلاص تنسى. فلتوا اليوم العباس، يعني خليتوه سعيد، قام وزع فلوس. وايش رايك في فاضل بعد اللقطه اللي كان فيها الهدف؟ شفتها انت هدف او غير هدف؟ كانت خشت الشبك بكامل محيطها، كان في ورا ناس جوا. طبعا هذا يفتقد الى دور اللي هو حكام الرايه. أيوة وكذا. ومبروك الفوز، وان شاء الله عقبال دور 16 تتاهلوا الى دور 8 موفقين ان شاء الله. نتعدكم بالفوز ان شاء الله.